للمزيد حول التعامل الحكومي مع أزمة فيروس كورونا واستغلال الأزمة في تحقيق مكاسب سياسية وحزبية على حساب معاناة العراقيين في ظل انهيار القطاع الصحي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بك. يعني رغم انهيار القطاع الصحي والتفشي الخطير لفيروس كورونا، لماذا لم يعين وزير جديد للصحة مع كامل الصلاحيات حتى الآن؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. قضية وزير الصحة تتعلق بسيطرة التيار الصدر التابع لمقتدى الصدر عليها منذ عام 2006، وبالتالي يجري عملية التنافس على وزارة الصحة لأنها تمثل العمود الفقري في الانتخابات القادمة من حيث تزويرها، سواء بإجبار الكوادر الصحية على انتخابات كتلة معينة وكذلك تزوير إرادة المرضى والراقدين في المستشفى لصالح هذه الكتلة، فضلا على أنها منبع مالي لأي حزب يسيطر عليها من خلال التجارة ومن خلال سرقة الأدوية وبيعها في الأسواق ومن خلال العطاءات التي تمثل ترميم وتأهيل المستشفيات التي تسرق لصالح هذه الأحزاب، وبالتالي لا يجري عملية محاسبتهم. لذلك هي يعني قضية اقتصادية لأي حزب يسيطر عليها، فضلا على أنها مشروع انتخابي لأي حزب آخر يسيطر عليها، فلذلك يجري الآن التنافس عليها. ولا أعتقد أن التيار الصدري سيتنازل عن وزارة الصحة الذي حكمها طوال سنوات عديدة هو يتنفذ فيها، وهو لم يسمح لأحد بالتواجد سواه. ومعلوم طبعا يعني في القطاع الصحي كيف هو حاله في العراق، رغم مرور أكثر من عام على تسجيل أول إصابة بوباء كورونا، يعني إلى الآن مصانع إنتاج أكسجين طبي ما زالت معطلة في وقت يعاني فيه المرضى من نقص حاد في مادة الأكسجين. يعني من يتحمل مسؤولية تعطل مصانع الأكسجين إلى اليوم؟ يتحملها حزب سائرون التابع لمقتدى الصدر، لأنه لا يريد تشغيل هذه المصانع من أجل الاكتفاء الذاتي، فهو يحاول عملية التجارة واستيراد هذه الصوالات الأكسجين من أجل أن تكون هناك منافع شخصية مالية على حساب تعطيل هذه المصانع، وبالتالي لا يبحثون عن الاكتفاء الذاتي. وبالتأكيد أن إيران أيضا تستفيد، لأنهم يستوردون المواد الأولية وسيارات الأكسجين منها، وبالتالي هناك فائدة لحزب المسيطر على وزارة الصحة ولدولة إقليمية كإيران في سبيل أن المال العراقي يذهب بهذا الإطار، وإلا فإن المصانع الموجودة العراقية المؤسسة قبل 2003 وليس بعدها كفيلة بحقيقة تزويد النقص لكل المستشفيات العراقية في مادة الأكسجين، لأنها مصانع موجودة وموجود يمكن تشغيل الأيادي العاملة فيها، وبالتالي تكون هناك فائدة في تشغيل أكثر عدد من الأيادي العاملة، لكنهم يحجمون على ذلك من أجل زيادة الفساد المالي فيها على حساب أرواح المدنيين العراقيين. أيضا يعني يتفق مع طرحكم أستاذ عبد القادر، مختصون أكدوا أن هناك تعمدا في تعطيل منظومات توزيع الأكسجين داخل المستشفيات، وذلك ليضطر ذو المرضى إلى شراء الأسطوانات من خارج المستشفى. يعني هنا واضح من المستفيد. بالتأكيد يعني هذه القضية تعتمد على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها صرف مخصصات وزارة الصحة لشراء مادة الأكسجين، وأحيانا يعني المصانع العراقية تزود مادة الأكسجين لكن يحسبون أنها مواد مستوردة، وثانيا يتم فيها أيضا إجبار المواطنين والمرضى على شرائها من خارج المستشفى أو أنهم يتم شراؤها في منازلهم، لأن العراقيين أيضا حولوا منازلهم إلى مستشفيات في جائحة كورونا، وبالتالي هناك فائدة للحزب الحاكم لوزارة الصحة بالفساد، وهناك موظفين وشخصيات أثرت من المال الحرام من المال العراقي في قضية الاتجار بالأكسجين بطريقة كبيرة وواسعة جدا، وقد رأيتم الأزمات التي تم صناعتها
سواء في الناصرية أو في غيرها من المحافظات عندما تم إعلان عدم توفر الأكسجين في مستشفيات وأن حالة الطوارئ قد دخلت، هو للوصول لهذه المرحلة التي من خلالها تم أيضا جمع تبرعات مالية من رجال أعمال ومن دول أخرى بحجة شراء الأكسجين، لأن المستشفيات العراقية لا تملك الأكسجين وهناك قضية طبية لمرضى يعانون من نقص الأكسجين وقد جنوا أموالا طائلة بهذه القضية. يعني الذي يرى العراق الآن لا يراه عندما كان يعني يروج لما سيكون العراق يعني منذ قبل الاحتلال قبل 2003. موقع كاونتر بينج في تقرير له، طبعا هو موقع أمريكي، قال إن الاحتلال الأمريكي للعراق دمر نظام الرعاية الصحية خلال غزوه البلاد عام 2003. إلى أي مدى تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ما آل إليه يعني تحديدا القطاع الصحي في العراق؟ الإدارة الأمريكية تتحمل نسبة الخراب في الأزمة الصحية العراقية وتدمير مؤسساتها بنسبة 100%، لأنها هي من سلمت الإدارة الصحية لمؤسسات العراق الصحية لهؤلاء، وبالتالي أيضا سمحت لإيران بالتمدد إلى وزارة الصحة بطريقة واضحة تماما من أجل شراء ذمم تلك الميليشيات وتلك الأحزاب للدخول بعملياتها السياسية. على هذا الأساس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل النسبة الأكبر في انهيار المؤسسات الصحية، لا سيما أنها أيضا أقصت أطباء وكثير من الكوادر بحجة حل مؤسسات الدولة السابقة، وبالتالي سلمتها إلى أناس لا يجدون سوى تجارة المخدرات وسوى الأمية. لذلك يعني ليس من المعقول إلى هذه اللحظة أن شخص كحاكم الزاملي هو يتسيد وزارة الصحة منذ 2006 إلى يومنا هذا، وهو المسيطر على كل عقودها المالية لصالح رجل الدين مقتدى الصدر. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية لها مباشرة، وهي أيضا تعلم أن حتى الأموال القادمة من منظمة الصحة العالمية هي تذهب إلى جيوب هؤلاء الفاسدين، وبالتالي تشاهد أمام عينها أن النظام الصحي في العراق ينهار يوما بعد يوما إلى أن أصبح نظاما فوضويا لا يمكن حقيقة السيطرة عليه إلا بتأسيس نظام من جديد. نعم، من عمان عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.